بحار عالم من العجائب مليان بالألغاز، لا زال الإنسان يحاول استكشافه. وفي برنامج طلعت غوص بنستكشف وياكم هالعالم، وخاصة الساحل الشرقي اللي يعتبر من أجمل مناطق الغوص في الإمارات، ويحتضن أنواع نادرة من الأسماك والكائنات البحرية. جمالها الخلاب جذب هواة الغوص والسباحة من كافة بقاع العالم، وتتمتع مياه الساحل بصفائها، وتحتفظ في مكنونها طبيعة خلابة تتميز بأجواء من السكينة والهدوء. في حلقة اليوم بيرافقنا الغواص محمد راشد النقبي، وراح نزور واحد من مواقع الغوص المعروفة بجمالها اللي تحتضن أنواع كثيرة من الكائنات البحرية والمناظر الخلابة. والحين صار وقت الانطلاق، يا ترى وين بياخذنا؟ طبعا اليوم نتكلم عن مغاص نسكيب 2، وهو عبارة عن سفينة أمريكية غرقت عام 74 وتم نقلها عام 91. يحتوي هذا المغاص على عدة من الأسماك والكائنات البحرية، منها ثعبان البحر والصندوق الأسود، وكذلك الروك فيش والليون فيش. إنسكيب 2 هي عبارة عن حطام سفينة تم إغراقها في عام 2002، وشكلت موطن للشعاب المرجانية الاصطناعية. هالمكان يعتبر الوجهة المثالية للغواصين المحترفين اللي يحبون انهم يستكشفون الكائنات المختلفة اللي تعيش حول هذه السفينة. بإمكانك الدخول والسباحة داخل السفينة كاملة، بس لازم تكون حذر لأن المكان نوعا ما ضيج، بس السباحة فيه آمنة، ومن النادر انك تواجه كائنات مفترسة. وانت داخل حطام هالسفينة لازم تتأكد دائما من سلامة معداتك، لأنها عرضة للتمزق أو الضرر بسبب بقايا الحطام اللي موجودة داخلها. ومن الأشياء المهمة اللي لازم تكون معاك عند الغوص في هذا الموقع هو أي نوع من أنواع المصابيح اليدوية، لأنه بيساعدك أن الرؤية تكون واضحة أكثر، خصوصا لو كنت داخل حطام السفينة المظلم. بإمكانكم الانطلاق إلى إنسكيب 2 من ميناء خورفكان أو شاطئ اللؤلؤية، واليوم اخترنا ميناء خورفكان. في حلقة اليوم بنتكلم بشكل أوسع عن الغوص بالمعدات، واللي هو طبعا واحد من أساليب الغوص اللي ما بيحتاج فيها الغواص إنه يستنشق الهواء فوق سطح الماء. الغواص لازم يكون على علم وإلمام كامل بكل المعلومات اللي تخص الغوص بالمعدات عشان يتجنب أي مشاكل أو مخاطر ممكن تصير. مو بكل الناس يعرفون كيف الغواصين يتجهزون قبل الغوص، واليوم بيخبركم محمد النقبي أكثر عن الغوص بالمعدات وطريقة التحضير للغوص. طبعاً بتكلم شوي عن الغواصين أو السكوبة. في كثير منكم ما يعرف الناس كيف تغوص، يشوفون مقاطع الناس غواصين بس ما يعرفون البروسيجر اللي يصير أو الطريقة كيف الغواص يوصل للمكان هذا أو يأخذ هذه اللقطة. طبعاً بداية أول شيء يكون من القارب أو من الشاطئ. الغواص أول شيء يشوف معداته ناقصة أو كلها موجودة، يقوم بترتيب كل معداته، يتأكد أن كل قطعة راكبة مكانها، لأن تعرف مرور الأكسجين في المعدات أي مكان مش مركب عدل ممكن أنه يسرب الأكسجين عنه في هذه اللحظة، وهو في عمق كبير أنه يتسرب يروح عنه. بعد ترتيب المعدات يقوم يجهز نفسه. أول شيء ينزلون في الماء، يتأكدون أن الغواص أول ما نزل سليم، نزل في الماء سليم أموره طيبة. وثاني شيء يتأكدون أن في تيار تحت أو لا، ويقومون بالنزول تدريجي. طبعا نزولك ما يكون سريع أبدا ولا صعودك يكون سريع، تنزل تدريجي توصل للمكان تشوف المكان. أنا أفضل أن الغواص يكون ماسك إيده
أو بهالطريقة، لأنه إذا كان فارد إيده بيلمس يمين يسار، فيفضل أنه ماسك إيده عشان ما يلمس المكان، وطبعا ما يخرب البيئة البحرية. هم مو بالله يخرب، ممكن يصادف شيء سام بين الحجارة اللي هو لمسه، هو ما يعرف، لأن أنت ما تشوف كل شيء، أنت تشوف الجهة اللي أنت تطالعها. تكلمنا في الحلقات السابقة أن دائما يفضل أنك تغوص برفقة شريك، مو بس للحفاظ على الأمان بل لأسباب ثانية أيضا بيعرفنا عنها محمد. أثناء الغوصة مثلا واحد بيصور، الثاني ما يصور وياه، الثاني يشوفه عقب يصور الثاني، وممكن يتناقلون اللقطة بينهم بين بعض بعدين، بس أن كل واحد يشيك على الثاني وياخذ أمان أن هذا الشخص الثاني بخير. مثلا كل 4 دقائق او كل 5 دقائق يتاكد انت اوكي انا اوكي، كم هو اللي عندك تتاكد، ممكن انت تتنفس تنفس طبيعي ما تستهلك وايد، الثاني يمكن اول مره ثاني مره ثالث مره ينزل تنفسه يكون سريع، فممكن هو يستهلك اكثر عنك، فانت تعرف متى تنهي الغوصه، ممكن انت تنهيها بعد 10 دقائق، ممكن تنهيها بعد نص ساعه على حسب البادجتك مالك او على حسب انت كم استهلك. مثل ما قال محمد بالضبط، لا تغوص إلا وأنت على علم تام بكل شيء يخص الغوص، سواء من إرشادات الأمان أو أخلاقيات الغوص نفسها. ممكن أنك تعيش الحياة البحرية تستانس فيها بدون لا تضر نفسك ولا تضر الكائنات البحرية ولا تضر المكان اللي أنت نازل فيه، وتخليه للغواصين اللي بعدك، غواصين اللي بعدك يبون يشوفون المكان، ما يشوفونه مدمر مكسر، يشوفونه نظيف نفس ما هو. وحاول انه وانت تغوص مثلا شفت بلاستيك، شفت اشياء مخلفات، شيلها وياك، يفضل يعني ما اجبرك اقول لك شلها غصب، يفضل انك تشلها لتحافظ على الكائنات البحرية والبيئة البحرية بشكل عام. اظن يكفينا الشرح، والحين صار وقت النزول تحت الماي واستكشاف هذا الموقع. تعالوا نغوص في أعماق نشكي باثنين ونشوف شو هالكائنات اللي بنحصلها اليوم. هذه المجموعة الكبيرة من الأسماك اللي نشوفها الحين هي سمك النهاش، أو مثل ما يقولون أهل المنطقة سمك النيسر، ويعيش النيسر في المناطق الشاطئية الصخرية، ودائما يتواجد على شكل مجموعات حول الشعاب المرجانية. حجم هالأسماك لا يتعدى كف الإيد، ومرغوب عند الكثير من الناس بسبب طعمه اللذيذ. بالرغم من صغر حجم هالسمكة إلا أنها تتميز بأسنان حادة قادرة على أنها تقطع شباك الصيد، ويتم العثور على أسماك النيسر في المناطق الصخرية في الماي أو قريب من الشعاب المرجانية، وفي بعض الأنواع منها يفضل أماكن تكون رملية أكثر. وتعد أسماك النيسر طعم وفريسة للأسماك الأكبر حجما مثل القرش والباراكودا. سمكة الديك أو سمكة الأسد مثل ما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة هي سمكة غريبة من ناحية الشكل أو حتى الاسم اللي يطلق عليها. أشواكها سامة ويبلغ عددها 18 شوكة، والأشواك هذه هي اللي كانت السبب بتسميتها بسمكة الديك لأنها تشبه ريش الديك. وموسم وضع البيض عند إناث ديك البحر بيكون في فصل الصيف، وممكن أنه يصل لين 22,000 بيضة، وأغلب ديوك البحر تحمل البيض في فمها لين يوصل موعد تفقيسها. ومن المعلومات الغريبة والمثيرة للاهتمام بالنسبة لسمكة ديك البحر انها تقوم بتغيير شكلها على حسب البيئة المحيطة، وهذه الطريقة من التمويه تساعدها على الاختباء من الاسماك المفترسة. جمال هالسمكة ممكن يخلي الغواص فريسة، لان من النادر انك تقاوم جمالها، وأغلب اللي يشوفونها يحبون إنه يقتربون منها ويتصورون وياها، واللي بيخليها تصير مفترسة وتحاول إنها تدافع عن نفسها بواسطة أشواكها.
هالسمكتين الكبار عبارة عن أنواع مختلفة من سمك الهامور، اللي أغلب أنواعه يتميز بنفس الخصائص، حتى أشكالهم وايد قريبة من بعض. سمكة النفاخة أو البالون، أسماء متعددة ومختلفة لكن الخطر واحد. سمكة النفاخ من أكثر الأسماك انتشارا وأكثرها سمية أيضا. هذه السمكة تنفخ نفسها أول ما تحس بالخطر وتستعد أنها تهجم على الفريسة. تعيش الأسماك في البيئات الرملية عشان تكون قادرة على دفن نفسها، وأشواكها كثيرة بس مستحيل تقدر تشوفها إلا لما تنفخ نفسها. شايفين هالسمكة اللي تحت حطام السفينة؟ يمكن صعب عليكم تشوفونها. السمكة اسمها سمكة اللخمة، وهو نوع من الأسماك المعروفة بجسمها المسطح وذيلها مسلح بأشواك طويلة وحادة، واللي طبعا بتكون سامة. والحين صار وقت الرجوع فوق سطح الماي. كانت غوصة اليوم مميزة كالعادة. تعالوا نشوف شو بيخبرنا الغواص محمد النقبي. تونا خلصنا غوصتنا من سكيب 2. طبعا هالموقع لجماليته لوجود كائنات بحرية غير متوفرة في أماكن ثانية، لأن سكيب 2 تعتبر سفينة تم أغراقها لتكون محمية أو مكان لتجمع أسماك، وكذلك وجود أنواع كثيرة من الأسماك تحب الأماكن اللي فيها غموض أو مكان يحميها من الأسماك الجارحة. وكذلك أنصح يعني الهواة والغواصين لا تنسى تجيب كاميرا الدراني. صح لسانك. في أعماق الساحل الشرقي عالم ساحر مليء بالأسرار والألغاز اللي تثير فضول كل غواص لاستكشاف أعماقه والاستمتاع بجماله. انتظرونا في الحلقة القادمة من طلعت غوص.